بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم حامل المسك. طبعا احنا بدأنا في حلقة الأسبوع الماضي موسم جديد، وبدأنا نختار محور من المحاور المهمة علشان يبقى هو مدار الحديث والتواصل بيننا وبين حضراتكم. اخترنا محور الصداقة، الصحبة، مين الصاحب أو الخليل أو الصديق أو الرفيق اللي الإنسان ممكن يأمن على نفسه معه ويعتز بصحبته وصداقته ويعيش معاه على مدى سنوات، يفضي إليه بكل ما في نفسه ويتقاسم معه عقله وفكره وقلبه ونمط معيشته. المحور اللي احنا اخترنا ان احنا نتكلم فيه يبدو لي أنه شديد الأهمية لكل إنسان، لأنه احنا قلنا المرة اللي فاتت أنه الصداقة أمر حيوي، يعني أحد المقومات الأساسية لحياة الإنسان التي لا يستطيع الحياة ولا المعيشة ولا الإبحار في بحر الحياة بدونها. ولما أن كانت الصداقة شأن إنساني ونفسي واجتماعي ووجداني وذهني وشعوري وعقلي وحياتي كامل، كان لابد أن احنا نتطرق إليه ونسبح في أجواءه على مدى حلقات متتالية في هذا الموسم اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا احنا قلنا لحضراتكم أنه كلمة حامل المسك اللي هي عنوان البرنامج في الأساس مأخوذة من الحديث الشريف الذي يتكلم عن الصديق والصاحب، إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فنرجو من الله جل جلاله أن يسخر وييسر لنا في مسار حياتنا وأعمارنا وفي مسار حياة حضراتكم جميعا أن يسخر لنا الصديق الذي يكون حامل للمسك. يبقى إذن شعارنا في هذا البرنامج أننا نريد البحث عن الصديق الذي يكون حامل للمسك. سيادتك أيتها السيدة الكريمة أو الفتاة الناشئة المتطلعة للحياة، لابد من أنه صحبتك المقربة منك المحببة إلى قلبك اللي بتعرف تقعدي وتفضفضي معاها، لابد من أن تكون نبراس أو إنسان حامل للمسك في حياتك. أنت أيها الطفل الناشئ أو الشاب المراهق أو الصبي المقبل على الحياة وتجد أنه حواليك مجموعة من أصحابك، تلحظ أنت بوضوح إنه فيهم إنسان طبعه غريب وشرس وسيء، ألفاظه ليست ألفاظ نظيفة ولا راقية، بس يمكن أنت تكون متعلق به نفسيا ونفسك تقعد معاه كتير وتجد أنك أنت سعيد ومبسوط بالجلوس معه. احذر، لابد من حصول تغيير في نمط حياته وفي طريقة كلامه وفي أسلوبه بحيث يكون صديق تأمن على نفسك معه، بحيث يبقى صديق صالح. الإنسان الكبير في السن اللي قاعد على مقهى من المقاهي ولا قاعد في البيت وكل يوم بالليل بيتجمع مع مجموعة من أصحابه، يا جماعة الصداقة مفهوم إنساني كبير وجليل وشريف ومهم ولا يمكن للإنسان أن يعيش بدونه. طيب لما حاولنا أن احنا ننطلق إلى كلام أهل الله وندور كده ونشوف كيف لمسوا موضوع الصحبة، كيف تطرقوا إليه، ما هي مواصفات هذا الصديق، وجدت كلمة عجيبة جدا للإمام الكبير بن عطاء الله السكندري في كتابه الحكم. وكتاب الحكم للإمام بن عطاء الله عبارة عن 244 حكمة، كل حكمة يا إما سطر يا إما سطرين يا إما ثلاثة، مش أكتر من كده، يعني 244 كلمة موجزة، كلمة كأنها كده فيها نفس علوي شريف، كلمة كده كأنها إلهام صادق لإنسان صادق. الحكم دي يا جماعة حاجة عجيبة قوي وحاجة مليانة نور ومليانة جمال. انت اخد بالك من العبارات الآسرة الساحرة الخلابة اللي يمكن لما تسمع العبارة منها تلاقيها فعلا لمست وجدانك بعمق. هكذا كانت عبارات كتاب الحكم للإمام الكبير بن عطاء الله السكندري. ايه المشتملات اللي موجودة في كتاب الحكم؟ معاني عرفانية في السير إلى الله، معاني عرفانية في تهذيب النفس وتزكيتها، معاني عرفانية في كيف يسلك الإنسان في الحياة ويفهم عن الله في كل لمحة ونفس، هو فين مراد ربنا، إزاي يهتدي إلى الله، إزاي يسير إلى الله. من كتاب الحكم مثلا قول ابن عطاء الله السكندري: من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. من عبارات سيدنا الإمام ابن عطاء الله السكندري في كتاب الحكم: إذا أراد الله أن يظهر جميل فضله عليك خلق هو ونسب إليك.
من عبارات سيدنا بن عطاء الله في كتاب الحكم مما يتعلق بموضوع الصحبة والصداقة والصديق، هذه الحكمة الجوهرية النفيسة بيقول فيها: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. والله يا جماعة هذه الجملة مليانة بطاقة نفسية وطاقة روحانية، ومليانة بأنوار لها أثر على القلب كسريان الكهرباء في الجسد. انت اخد بالك لما بس طرف السلك كده يكون مكشوف وسيادتك من غير ما تاخد بالك بتلمس كده السلك وتشعر بانه في رعشة مفاجئة كده سرت في جسدك ويقيك الله ضررها. هكذا لكلام العارفين وكلام الكمل وكلام الصالحين، كلامهم له على القلوب سلطان وله على القلب يعني هيبة. بيقولك: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يعني كأنه بيقول لك الصديق والصاحب اللي انت تعيش معاه وتتشرف انك انت تصاحبه لابد من ان تلاحظ فيه حاجتين: ان يكون مقاله دالا على الله، يعني كل كلامه يدفعك الى رب العالمين وينمي معنى الخير في وجدانك ويدفعك كده الى مزيد من الفهم والعلم والبصيرة والحلم. لما تجيله في موقف غضب ما يفضلش يدفعك إلى أنك أنت تبطش وتنتقم وتفتك، بل يهدئ من نفسك ويرشدك إلى إدارة الأمر بطريقة حكيمة، يرشدك إلى كيفية انتزاع حقك بطريقة راقية، يدفعك دائما إلى الله، يفكرك بربنا في كل وقت، تطيش عندك البوصلة عن طريق ربنا. لما تروح له أنت كئيب أو حزين أو معنوياتك منخفضة وانت كده مليان كآبة ولا يأس ولا حزن ولا قنوط ولا زعل، تلاقيه بيقعد يطبطب عليك ويقعد يفكرك بربنا ويقعد ياخدك ينتزعك بالتدريج من هذا الجو النفسي الكئيب اللي انت فيه. بينما في صاحب تاني لما تقعد معاه كل ما تفتح باب من الأسى أو الحزن يفضل يقول لك ما هو أسوأ مما كان عندك، فتخرج من الجلسة وأنت شاعر إن روحك قد اختنقت، كأنه عنده فيروس يعدي من الكآبة والحزن. يعني فيروس ينتشر بين الناس وينشر بينهم حال كئيب من الحزن واليأس والكآبة. يا جماعة احذروا جدا من هذا الصديق. وعلى فكرة في ناس يعني سبحان الله بارعة جدا في ده، في ناس تقعد معاهم تخرج من الجلسة وانت شاعر ان الدنيا اسودت في وجهك. يا جماعة احذروا من هذا الصديق. الصديق ده يا جماعة لا يزيد الإنسان إلا كآبة وحزن، ده لا يدل على ربنا ولا يدل على خير أبدا، ده يزيد الإنسان غرق في أوحال نفسه. في إنسان تاني أول ما تقعد معاه ما إن تذكر له أمر من الأمور السلبية أو الحزينة أو الكئيبة أو التي تملأ النفس بالغضب إلا تلاقي كلامه فيه نفس من السكينة، فيه قبس من الحكمة، فيه نور كده من رجحان العقل، فيهدئ خاطرك ويطبطب على وجدانك ويذكرك دائما بالأمور الأكرم والأكمل، يعني يسحبك من إيدك بالتدريج على فكرة دون أن تشعر أنت أو يشعر هو، لأنه ده شيء مش ما بيعملهوش بتكلف، ده شيء بيعمله بكل تلقائية، لأنه هو نفسه من جواه مليان جمال، مليان سكينة، مليان حكمة، مليان سمو، مليان تجاوز. دوروا على هذا الإنسان بكل ما تملكه. إذا ما كانش في المحيط اللي موجود حواليك من الأصدقاء من تلمس فيه هذه المعاني، يبقى ثبت كده في دماغك وذكر نفسك إنك لازم تفضل تدور عليه وتترقبه وتفحص عنه وتترقبه كده في وجوه الناس وفي سمت الناس وفي نفسية الناس من حواليك لحد ما ربنا يعترك في واحد من هذا القبيل. يبقى سيدنا ابن عطاء الله السكندري بيقول: لا تصحب من لا ينهضك حاله، دي لسه هنروح لها بعد شوية، بس الجملة اللي احنا واقفين عندها بيقولك: ولا يدلك على الله مقاله، يعني صاحب من يدلك على الله مقاله، اللي كلامه مليان طهر، اللي كلامه مليان لياقة في الكلام ولباقة، الإنسان الأنيق في كلامه، الإنسان المحترم الرفيع في كلامه، اللي ما تسمعش منه شيء من العيب، ما تسمعش منه شيء من الفحش، ما تسمعش منه شيء من الشتائم، ما تسمعش منه شيء من القبح حتى وإن اختلفت معه. يبقى هو ده الإنسان اللي يدلك على الله، واللي لما تقعد معاه كتير تشعر كده انك بتنتقل من منطقة لمنطقة ومن حال لحال ومن وضع لوضع، تشعر كده انك عمالة تنتقل من حال كنت فيه انسان يعني يتقاذفك الغضب وتحركك المشاعر والانفعالات، فاذا بك عندما تجلس معه انتقلت الى افق اخر.
يعني كان واحد من الصالحين بيتكلم عن أصدقائه ومشايخه اللي بيقعد معاهم، بيقول: كنا نأوي إليه وقد ضاقت الدنيا في وجوهنا وتكاثرت علينا الهموم من هنا ومن هنا، فما إن نجلس إليه ساعة من الزمن حتى نخرج وكأن قلوبنا غسلت وكأن الهموم عنا قد انحسرت وكأنها قد زالت. يا جماعة، هذا أحد أهم مقومات الصديق اللي نحب إن احنا نقعد معاه. طب الجملة الثانية اللي بيقولها: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يبقى كأنه بيقول صاحب من يدلك على الله مقاله، وكلامه كله كده حكمة ونور. ونمرة اتنين بقى: صاحب من ينهضك حاله. قد ايه يا جماعة الكلمة دي كلمة عميقة قوي ودقيقة قوي، تدل على انه سيدنا الامام الكبير الشيخ ابن عطاء الله السكندري، وهو مدفون هنا في سفح المقطم وله مسجد كبير، وكان مدفنه كده في قلب الصحراء محدش ياخد باله منه، فجاء الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأزهر لمعرفته بعظم مقام هذا الإمام الجليل، ودعا صديقه الشيخ عبد الحليم مجاهد، وقاموا بعمارة مسجده وإنشاء المسجد الكبير المحيط به. وأنا كنت في زيارة مستمرة إلى وقت قريب، كنت تشرفت أن أنا أكون في جواره هناك ونقرأ الفاتحة لهذا الإمام الكبير ونستنير بأنواره. مسجد ابن عطاء الله السكندري في سفح جبل المقطم. بيقول لك: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، يعني صاحب من له حال وهمة وسمت نفسي وطبيعة نفسية، لما تقعد معاه تشعر انه ايه ده؟ ده ايه الانسان ده اللي مليان جدية ومليان انتظام ومليان استقامة ومشغول جدا، ولما تقعد معاه تلاقي الدنيا نورت، وتحس كده انه من غير ما يتكلم بس بمجرد ما تقعد معاه وتشوف همومه والامال العظام اللي عنده والطموحات اللي تملأ نفسه، تخرج كده وانت تقول ايه ده؟ هو معقول انا صغير كده؟ ليه يا اخي ما كنتش زي الانسان ده؟ ده ما قاليش نصيحة مباشرة، بس بمجرد ما انا قعدت معاه وسمعت ايه الحاجات اللي بتشغل باله، ده مشغول بامور كبيرة قوي، ده شخص كبير على كده، مش ليل نهار عمال يتكلم على خناقة فلان وفلان وعلى الخناقة اللي ما بين الجار الفلاني والجار الفلاني، والحق فلان شد الحاجة من صاحبه والتاني اتخانق على الفلوس، ما بيغرقش في هذه الامور الحياتية اليومية. ده انا لما بقعد معاه واقعد افضفض كده في هموم المعيشه واخبار الناس، الاقي ازاي ما تعرفش بطريقه غريبه الكلام اتسلسل كده بينا، فاذا به يتكلم في امور عاليه قوي وامور كبيره قوي، فتقعد تقول لنفسك قد ايه ده شخص محترم، قد ايه ده شخص رفيع عالي الهمه. لما بقعد معاه بحس كده ان انا نفسيتي كويسه، وان انا صدري قد انشرح، وإن أنا تجددت عندي كده أفكار وطموحات ومعاني جميلة. يبقى صاحب من ينهضك حاله، يعني باله وقلبه ووجدانه وفؤاده مشغول بعظام الأمور، نزاع دائما إلى المعالي، متعلق دائما بالكمالات، ولما تقعد وتتكلم وتدردش وتسمع منه، يا سلام على ما ينكشف لك من أن هذا الإنسان إنسان طاهر قوي ونظيف قوي، والهموم اللي شغلاه هموم عالية قوي وكبيرة قوي، فتلاقي نفسك انك انت مستصغر نفسك جنبه، شاعر بالغيرة منه، عايزته نفسه، عايز تبقى لك هموم وطموحات زيه. يبقى هو ده الانسان الذي ينهضك حاله، يعني ما يملأ قلبه من همم شريفة ومن معاني كبيرة ومن طموحات عالية، اول ما تقعد كده وتدردش معاه وتاخد وتدي وتسمع منه، تطلع وانت بتقول ايه؟ يا سلام، أنا ليه ما أكونش زي فلان ده؟ هو أحسن مني في إيه؟ ما أنا لازم أكون زيه كده، وتكون لي كده شبكة من الاهتمامات الكبيرة والاطلاع والمعرفة والفهم. يبقى صاحب من ينهضك حاله وصاحب من يدلك على الله مقاله. ينهضك حاله دي يا جماعة مش كلام، ده نفس، ده طريقة تفكير، دي روح غالبة، طاقة بتنبعث منه. على فكرة في إنسان لما تقعد ما تحسه مطفي، وفي إنسان متوهج قوي بس في السلبية، وفي إنسان متوهج قوي في الروح العالية اللي احنا بنتكلم عنها دي. يعني إيه؟ في إنسان مطفي تقعد معاه سنة واثنين وثلاثة، هي نفس الحكاية ونفس القضية ونفس القصة، ونعيد ونزيد في نفس الموضوع، ونتخانق على نفس الحكاية، ويعيد لك نفس الذكريات، ويكلمك في نفس الأمور، تلاقي ليكم ثلاث أربع سنين بتلفوا وتدوروا في نفس القضية.
بتتخانقوا على نفس الحاجة، بتفرحوا بنفس الحاجة، بيعيد ويزيد في نفس الحاجة. فأرجوك الشخص اللي زي كده يعني سيبك منه بسرعة، لأنه ما فيش وقت نضيعه. يعني العمر أكرم وأشرف من إن احنا نفضل على مدى سنين عمالين نعيد ونزيد في نفس القضايا وفي نفس الأمور. فده إنسان منطفئ، هو بعينه اللي انت عرفته من 10 سنين، هو بعينه اللي موجود النهاردة. يعني ما تحركش خطوة لقدام، ما تقدمش في سلم الحياة، ما عملش إنجاز، ما حققش إنجاز كبير تفرح به وترى من وراءه أثر لي الهمة. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يبقى من أشرف صفات الصديق الذي تعتز به أن يكون كلامه قائدا إلى الخير، وأن يكون حاله دافعا لباطنك إلى المعالي. وأكمل الكلام مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا، ورجعنا لحضراتكم مره تاني. وكان كلامنا قبل الفاصل عن انه لما تستعرض في ذهنك وفي مخيلتك اصحابك اللي موجودين حواليك والمحيطين بيك، هتلاقي كده من كل شكل ولون، هتلاقي اصدقاء من اصناف مختلفه وانواع متعدده وطباع واخلاق وتصرفات وطرق تفكير مختلفه ونفسيات متعدده. بس اللي أنا بقول لك إنك تصطفيه لنفسك وتقربه منك وتأمنه على نفسك، ويبقى هو الصديق الحميم المقرب جدا اللي أنت في أي وقت شدة ولا حزن تقعد معاه. ما ينفعش يكون شخص منطفئ. شخص منطفئ دي يعني معيارها إيه؟ طب أنا هعرفها إزاي؟ ما تقول لنا كلام محدد علشان نعرف نطبقه في الحياة. شخص محدد يعني لما ترجع بذاكرتك تلاقي اللي احنا بنعيد ونزيد فيه من 10 سنين هو اللي احنا بنعيد ونزيد فيه لحد النهاردة، لا جديد. يعني حياة، يعني شخصية أشبه بالماء الراكد، ليس فيه تجدد، ليس فيه معاني متجددة وأفكار متجددة ومشروعات عمل متجددة وطموحات وأحداث وأخبار متجددة دائما. فهذه شخصية منطفئة يعني هيعطلك وهيضيع من حياتك كتير دون فائدة. في شخص تاني متوهج قوي ومتألق قوي بس في الجانب السلبي، يعني أجارك الله اقعد بس مع 2 3 ساعات تطلع وقد انسدت الدنيا في وجهك وأظلمت أمام عينيك وكرهت نفسك. في نوع ثالث من الناس متوهج قوي، ليس بمنطفئ لكنه في الجمال، في التألق، في الرقي. طيب يمكن تكون في نقطة مهمة أن أنا أتطرق إليها، هو إيه أهم معيار أعرف منه الصديق اللي أنا أبقي عليه وأكمل الصداقة معاه، ولا في أول فرصة يعني خلاص أنا من طريق وهو من طريق. سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وكرم الله تعالى وجهه ادلنا كده معيار عجيب قوي من معايير الصداقة. وعلى فكرة زي ما خبراء الإدارة بيقولوا معيار مؤقت ومحدد بسقف زمني يمكن قياسه، علشان جملة يمكن قياسه دي جملة مهمة قوي في علوم الإدارة. بلاش الكلام المبهم المجمل غير واضح المعالم اللي إذا مشيت فيه سنة واثنين ما تعرفش نفسك أنجزت فيه ولا ما أنجزتش. فخبراء الإدارة بيركزوا قوي على إنه الهدف يبقى محدد واضح جزئي يمكن قياسه. يمكن قياسه يعني إيه الثلاث أربع حاجات اللي إذا عملتها يبقى أنجزت المهمة اللي أنا مكلف بيها أو منوط بيها. سيدنا علي بن أبي طالب بما آتاه الله تعالى من الحكمة وبما نور الله تعالى به عقله من البصيرة، ابن عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج سيدتنا فاطمة البتول عليها رضوان الله تعالى ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة وأعلم الصحابة الكرام بالقضاء، وسيدنا النبي قال فيه أقضاكم علي، يعني أكثركم امتلاكا لخبرات ومهارات التحقيق بين الناس والنظر في الأدلة والقرائن والفصل بين الناس في الخصومات. فسيدنا علي كان في علومه أعجوبة، وقد جاء فيه الحديث الشريف الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. الراجح عند الحفاظ والمحدثين والنقاد صحة هذا الحديث. طيب سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لك إيه بقى المعيار بتاع الصحبة والصداقة؟ بيقول لك من غضب عليك من إخوانك 3 مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا. يا سلام على الكلام الحكيم الراسي اللي مليان عقل ومليان تجربة ومليان خبرة بطباع الناس ومليان إنه بيقدم للأجيال وبيسيب للزمن من بعده خلاصة وعصارة تجارب عاشها وشافها، ويمكن أن تتحول إلى قانون. ده بيضع لنا قوانين للصداقة،
بيقولك من غضب عليك، تعال نقراها تاني كده ونفصصها كده مع بعض. من غضب عليك من إخوانك ثلاث مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا. يا سلام، أنا قد إيه يا أحبابنا الكرام، كل سادة المستمعين الكرام حيثما يصلهم يعني صوتنا، قد إيه أجد أمام هذه العبارة عمق كبير قوي. قد إيه فعلا هذا العقل كان الإمام الكبير محمد بن يوسف السنوسي في كتابه العقائد الكبرى يتكلم عن سيدنا علي بن أبي طالب وحدة ذهنه وعبقريته في العلم والمعرفة، يقول لك فانظر يقول لك فانظر إلى هذا الإدراك القدسي الفائق الذي تصير فيه العلوم النظرية الصعبة كالأمور البدهية الواضحة لشدة عقله وكمال حكمته وعبقريته. القانون اللي سيدنا الإمام علي بن أبي طالب بيقوله، من غضب عليك من إخوانك ثلاث مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا، يعني إيه؟ يعني سيادتك ماشي مع صديق جديد اتعرفتوا على بعض، زميلك في الجامعة، صاحبك في الكلاس في المدرسة، صديقتك في النادي ولا في الشغل، جارتك في البيت، أي ما كانت الصديقة اللي انت بدأت تتعرفي عليها جديد، أو صديقك اللي انت بدأت تتعرف عليه جديد، مشيتوا كده مع بعض يومين ثلاثة شهر شهرين، وفجأة دبت بين حضراتكم خناقة محترمة واختلفتوا مع بعض، وقلت له كل واحد من طريق، يا عمي الله احنا مش هننفع الصحبة دي، احنا هنمشي وخلاص مش هنكمل في الصداقة دي، وفضلتوا كده مثلا يوم ولا التاني ولا التالت وانتوا بعاد عن بعض، إلا تفاجأ بأنه أطلق اللسان فيك بكل قبيح، ويقعد يذكر من مساوئك، ويقعد يذكر من المواقف الملتبسة اللي أساء فهمها، ويقعد يقبح فيك ويسيء إليك، يبقى احذر ده ما هي. طيب إيه الفايدة العميقة اللي أنا عايز أقولها لك هنا؟ الفايدة العميقة اللي أنا عايز أقولها لك، لا تظهر طباع الناس ولا تختبر صدق الصديق في وقت السكون والاستقرار، بل لا يمكنك أن تعرف طبعه الحقيقي وإن كانت صداقتك معه ستدوم أو لا تدوم إلا في وقت الغضب والمخالفة. يوم ما يحصل بينكم موقف تختلف فيه وتغضب أنت من ناحية ويغضب هو من ناحية، حينئذ ابدأ ترقب بقى، تابع بقى كده باهتمام إزاي هيتصرف. إما أنه فجأة تفاجأ بأنه طلع إنسان عجيب قوي وسيء قوي وبيسيء إليك بقبح، وأنت تبقى مذهول، الله ما كانش كده خالص، هو إيه اللي جراله؟ الله ده إحنا بمجرد ما اختلفنا إذا به انقلبت طبيعته بقى شرس جدا وسيء جدا، ده إحنا لينا شهور مع بعض ما كنتش أتخيله كده. هو لأنه الغضب والاختلاف هو المعيار الحقيقي الذي يكشف حقيقة ما في النفوس. ولذلك أنا كنت نشرت قبل يمكن 5 سنين، يمكن في سنة 2014 ولا كام سنة دلوقتي، أهو 7 سنين ولا حاجة، نشرت كده يعني تغريدة ولا تدوينة، قلت فيها الكلمات الآتية، قلت لا تظهر أخلاق الرجال ومعادنهم في أوقات الوفاق والسكون، بل تظهر على حقيقتها عند الاختلاف، وعندما يحصل الاختلاف إما أن تجد طباع ورثة النبوة أو أن تجد طباع الذئاب. آدي الكلام اللي أنا تشرفت كتبته قبل سنوات عديدة ونشرته، ووجدت له صدى كبير عند الناس، وتداوله بعض الناس هنا وهناك وعلقوا عليه وتفاعلوا معه، إنه يا جماعة أخلاق الناس وحقيقة ما هو مكنون ومستور في بواطنهم عمره ما هيظهر في أوقات الاستقرار، ما دامت علاقتك بيه كويسة هيقول لك أحلى كلام وهتسمع منه كلام في غاية الجمال وكذا، يبقى ده مش هو حقيقة ما في النفس، وممكن ده يستمر سنة واثنين وثلاثة ما حصلش اختلاف بفضل الله، فتفضل ماشي معاه كده إلى أن يحدث خلاف بينك وبينه، إما أنه يطلع إنسان أرقى مما كنت تظن فلا تسمع منه إلا خيرا، وإذا حد سعى بالوقيعة بينكم أو حد سألوا عنك في أوقات الخصومة والخلاف ما يقولش إلا كل خير، يبقى ده إنسان تعض عليه بالنواجز كما يقولون، امسك فيه بإيديك وسنانك ما تفرطش فيه أبدا. بس سيدنا علي بن أبي طالب بيقول لك وسع بالك شوية وسيب ده يتكرر مرة ومرة تانية وكمان مرة تالتة. بما معناه اختلفنا مع بعض واتخانقنا خناقة محترمة وكل واحد مشي من حال سبيله، وفجأة لقيته إيه بدأ يسيء إلي في الكلام، ما تسيبهوش لأول مرة،
طول بالك شوية، يمكن يكون انفعال زائد، يمكن يكون متألم قوي، يمكن يكون من شدة عشمه فيك بقى زعلان وكذا، يبقى حينئذ لما تهدأ الأمور وتستقر وترجع الصحبة بينكم تستأنف مرة تاني، اعتبر كأن شيئا لم يكن وامشي كده مع الحياة، وسيب الحياة تمشي بطبيعتها. بس بعد 3-4 شهور اختلفت تاني فأساء إليك مرة أخرى، بعد 3-4-5 شهور اختلفت تاني فأساء إليك واتكلم عنك بسوء مرة أخرى، يبقى لا خلاص، لا ليس لهذه الصداقة أن تستمر. أو اختلفت فلم يتحدث عنك إلا بخير، وكان شريفا في خصومته معك، نبيلا في طبعه، متعففا عندما تحدث الخصوم والاختلاف، وتصاحبته ورجعت تصالحته مرة تاني، ثم حصل الاختلاف وانت عمال تترقب كده، ها هيعمل ايه يا ترى، فتلاقيه الله فعلا طلع ارقى من المرة الاولى، ولم يصدر عنه الا كل خير، ولم يذكرك الا بكل خير، وحتى الامور الخلافية اللي بينكم تعفف عن انه يخوض فيها، ماشي دي المرة التانية. المرة التالتة اختلفت وكذا، وبعد كده لقيته على ما عهدت، انسان في غاية الجودة، انسان مأمون في الغضب والرضا، يبقى هو ده الصديق الصدوق اللي انت تصطفيه لحياتك كلها، واوعى تفرط فيه واوعى تسيبه يبعد عنك، لانه ده انسان امين، انسان مخلص، انسان صادق، ده اللي يسمى الصديق على الحقيقة. فكلمة سيدنا علي بن ابي طالب يا جماعة كلمة مهمة قوي، من غضب عليك من اخوانك 3 مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا. بس اللي انا كمان شايفه من وراء هذه العبارة من سيدنا علي بن ابي طالب، انه في فرق كبير بين المعارف اللي انا اعرفهم وبين الاصدقاء، مش كل معارفي اصدقاء، كانه الصداقه دي مرحله تانية، مرحله اخرى، ممكن تكون شبكه علاقاتك واسعه جدا وليك مئات والوف المعارف، بس مين اللي تسميه صديق بجد، ومين اللي تسميه صاحب بالفعل، ومين اللي تسميه رفيق دربك وصديق عمرك، هو الشخص اللي الحياه بتفرزه معاك. من بين عشرات ومئات الأشخاص اللي انت تعرفهم حط المعايير دي، وكأنه سيدنا علي بن أبي طالب بيقول مش كل شخص تعرفه ممكن يسمى صديق، إنما الصديق منهم من أسفرت الأيام والأحداث والوقائع والشدائد والمحن عن أنه وفي متعفف أمين. ولذلك كان الشاعر بيقول إيه في المعنى ده يا جماعة، كان بيقول جزى الله الشدائد كل خير. ايه ده؟ ازاي المعنى العجيب ده؟ ده واحد واقف بيدعي ربنا للشدائد والازمات، بيقول يا سلام على الشدائد والازمات، دي حاجة ممتازة قوي، ربنا يجزيها عنا كل خير. فواحد بيقول له ازاي يعني تدعو للشدائد والازمات دي؟ يعني ايه يعني جزى الله الشدائد كل خيرا؟ قال له استنى بس، دي ساعدتني الشدائد والازمات على المعرفة الحقيقية بمن هو صديق حقيقي، وبمن كان ظاهره صديق ثم كشفت الحقائق انه عدو. فبيكمل بيت الشعر بيقول لك ايه بقى، جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. اهو المعنى اللي احنا عايزينه، اهو جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. ممكن يبقى شكلهم من بره اصدقاء، بس اول ما تيجي اي ازمه ولا شده تلاقيه انقلب عليك وبقى عدو لدود، وبقى يشتمك ويسيء اليك ويتلفظ في حقك بالفاظ شديده السوء والقبح، ويشيع من أمورك ما كنت تحب ألا يعلم، إذا به إن طلع إنسان غير أمين. أما الإنسان الحقيقي مهما حصل الخلاف وأسيء إليه يتعفف عن الرد، ولا يذكركم بسوء، إنما يكون ويبقى إنسان في غاية اللياقة، عفيف عن الانجراف إلى الإساءة عندما يحصل الاختلاف. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. فده بس إضاءة كده حوالين كلمة سيدنا الإمام علي بن أبي طالب لما بيقول من غضب عليك من إخوانك 3 مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا. طيب في كلمة أخرى لسيدنا الإمام علي بن أبي طالب، لا تسمي رجلا صديقا حتى تختبره بـ3. الله، كمان 3 حاجات، يعني بيقول لك حطه كده تحت المراقبة الأول، حطه كده تحت الميكروسكوب، تتبعه وفحصه، يصلح صديق تفضل عمرك كله عايش معاه، ولا من أول موقف تقفل منه وتمشي. بيقول لك لا تسمي رجلا صديقا حتى تختبره بـ3 فتنظر. نمرة 1، تنظر إيه؟ تنظر غضبه اللي احنا بنتكلم عنها اهو، يخرجه من الحق إلى الباطل، ثم تنظر عند الدينار والدرهم،
يعني لما تتعامل معاه في المعاملات المالية والفلوس. طب ونمرة ثلاثة، وحتى تسافر معه. يا سلام على هذه المعايير والحكم من كلام سيدنا علي بن أبي طالب، إنك تنظره عند الغضب، تشوفه عند معاملاتك المالية معاه، تشوفه لما تسافروا مع بعض. ليه؟ لأن هذه الأمور كواشف تبين حقيقة الأخلاق والعادات الخفية في الإنسان، تبرز ما يخفيه الإنسان بالتجمل والتصنع. يبقى الغضب، اختبر صديقك بالغضب، فإن كان غضبه مأمونا يبقى هو ده الصديق. اختبر صديقك في المعاملات المالية، اختبر صديقك في أثناء السفر. أول ما تسافروا مع بعض، الإنسان في السفر يا جماعة بيبقى مرهق، بيبقى تعبان، بيبقى مجهد، بيبقى منهك قوي، بيبقى مشغول البال، فما عندهوش فرصة ولا ترف إنه يتجمل أو يتصنع. فحينئذ تظهر لك طباعه على الحقيقة. ممكن تفضل شهر واتنين وهو صديق ليك وبيتعامل معاك بأحسن حال، ولما يجي سفر مشترك بينكم ويبقى سفر بعيد، وتطلعوا الطيارة وتنزلوا وتركبوا الأتوبيس وتروحوا القطار وتروحوا كده، وتكشف المعيشة المشتركة في السفر، تلاقيه في السفر إذا به إنسان آخر، تلاقيه مثلا أناني مهموم بنفسه، بس لا يبالي بيك مستريح أو غير مستريح، مش حطك في باله أصلا، أناني في كل شيء، عامل حساب نفسه في كل شيء وما بيبصش لغيره. لما بيجهد ويرهق ويكف عن التصنع، بتظهر حقيقة الطباع اللي موجودة في أعماق النفوس. فسيدنا علي بن أبي طالب هنا بيقول لك اختبره بالغضب، اختبره بالمال، الدرهم والدينار. يعني أول ما نخش مع بعض في أي معاملة مالية، تجد أنه إنسان شهم، إنسان كريم، إنسان مش بخيل ولا ممسك، يسارع إليك لو حصل عندك احتياج في أي وقت. لما تدخله في معاملة مالية وتبدأ فلوسك تختلط بفلوسه، ما يطلعش فجأة وهو عمال يدقق معاك على كل قرش وكل شيلين راح فين وجه منين، ما بيبقاش صعب في الحساب ومتعنت، ما بيخفيش شيء من الحقوق المالية، ما بتستخفهوش الفلوس فعايز يكوش على كل حاجة وياخدها، ولا انت اتعاملت معاه في الفلوس فوجدته شهم وأمين وجيد النفس وكريم وسمح النفس، ويسعفك بالمال في أي وقت تحتاجه، ولو ليك حق عنده وانت مش منتبه إليه هو اللي يجيبه لك ويقول لك ده حقك عندي وانا اللي لازم أقول لك عليه وبلغك بيه، مش هستنى انك انت اللي تطالب، ده انت ليك عندي المبلغ الفلاني انت ممكن شكلك نسيته ولا ايه، فتقول يا سلام الله على الإنسان ده ما استناش ان انا أطالبه ولا ألح عليه ولا أقعد أقول له يا عم فين المبلغ اللي انا مديه لك من شهرين وانا محتاجه، هو يقعد يقول لك لا الشهر اللي جاي، لا أصله المشاكل حصلت، لا أصله انت ما بتعرفش الموضوع الفلاني، ويفضل يماطل فيك، وبعد كده تلف وتفاجأ انه لا الفلوس متوفرة معاه بس مش عايز يؤدي الحقوق. يبقى اذا دي فعلا من المعايير المهمة اللي يظهر بها حقيقة طبائع، حقيقة طباع الناس. فكان سيدنا علي بن ابي طالب بيقول لك كده، لا تسمي رجلا صديقا حتى تختبره بثلاث، تنظر في غضبه هل يخرجه من الحق الى الباطل، وتنظره عند الدينار والدرهم، وحتى تسافر معه. فكانوا يقولوا كده، إمتى الإنسان يكتشف حقيقة الإنسان؟ لا تصاحب من لم تأكل وتشرب معه، من لم تخالطه بأموالك، من لم تبت عنده، من لم تسافر معه. هي دي المعايير اللي تكشف لك حقائق طباع الناس. طيب تعالوا ناخد لمحة كده سريعة في خواتيم الكلام، إيه أهم فائدة الإنسان بيجنيها من وجود الصديق في حياته؟ يلخصها الشاعر في بيت شعر، برضو أرجو أن حضراتكم يفضل البيت شعر ده يرن كده في ذهنك وفي وجدانك زي بيت الشعر اللي بدر اللي احنا قلنا من شوية، جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي. ده بيت شعر لازم أرجوكم حضراتكم يبقى شائع بينكم وتتداوله الألسنة، لأنه عصارة تجربة وخلاصة حياة، ولأنه بينور الطريق للإنسان وبيعرفه. بيت الشعر اللي أنا عايز أقول لك إنه بيلخص أهم احتياجات الإنسان للصديق، الشعر بيقول لك ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة، لما أشكو له الإنسان صاحب المروة ده يا ترى هيعمل إيه بقى؟ يقول لك ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. أدي يا جماعة أهم فائدة للصديق، إنه لما بتبقى عندك الهموم العظام، ولا أنت مقبوض، ولا متضايق، ولا متخانق معهم في البيت، ولا في موقف مزعلك، ولا في مشكلة في الشغل،
ولا في هم مالي من الـ من الـ من همومك، لابد من وجود إنسان تأوي إليه وأنت مهموم ومغموم، فلما تقعد معاه اتفضفض بكل اللي في نفسك، فيسمع منك فيقوم بواحد من ثلاث وظائف. يواسيك، يواسيك دي يعني إيه؟ يعني يقوم بواجب المواساة والدعم بما يملكه، ليه شبكة علاقات جيدة فيجري اتصالاته فيرفع عنك المظلمة دي، عنده من الأموال ما يكفيه فيقول لك ما تحملش هم، خد المبلغ ده علشان تعدي الأزمة بتاعتك ورجعه لي براحتك بعد كده، يبقى يواسيكه إن كان مقتدرا. طيب هو إنسان مستور وحاله كويس بس ما عندوش الزيادة اللي يقدر يدهاني، يبقى يواسيك أو يسليك. يسليك يعني يقعد يطبطب عليك ويقولك ما تزعلش نفسك، ما يهمكش، والله العظيم هتفرج، استنى بس شوية والأمور هتعدي، المشكلة دي هتزول، شد حيلك، ما تضايقش نفسك، ما يكونش عندك شاغل، ارمي يا راجل الهموم ورا ظهرك، لأنه ما يملكش الفلوس اللي اديها لك، بس يملك إن هو يشد أزرك، يخفف عنك، يزيح عنك الألم، يبقى يسليك، يواسيك أو يسليك. طيب شخص ما عندوش يا عيني مقدرة على انه يوسع الافق قدامك ولا يطبطب عليك، بس تلاقيه احيانا حتى يقعد جنبك ويبقى مهموم بهمك، ما عندوش طلاقة في الكلام يفضل يقولك ويطبطب على خاطرك، ولا عنده مقدرة مالية يعرف يواسيك ويديلك يفك ازمتك، بس تلاقيه قعد حتى وان كان ساكتا، تلاقيه شال الهم معاك، توجع بتوجعك، فتحس انه في كتف تاني بيشيل جنبك، في حد تاني بيشيل معاك الهم، فعلى أقل تقدير إنه يوم ما يقدرش يواسيك ولا يطبطب عليك بالكلام، بس تحس إنه يا عيني شاركك وجدانيا وشاطرك في حمل الألم وتنفس معك هذا الهم. فالشاعر بيقول لك كده: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك، أو على أقل تقدير يقعد معاك يقول يا آه من هذه المآسي والمشاكل، يا رب فرجها عنه وعنه، تلاقيه بس كده يقعد معاك إيه، يشيل الحمل معاك ولو باطنيا. فيا جماعة، الصداقة والصديق من أشرف ما خلق الله في الوجود، وبها يستطيع الإنسان أن يحيا وأن يعيش. أترككم في أمان الله تعالى، وألقاكم في لقاء متجدد في الأسبوع القادم، وإلى ذلك الحين أرجو من الله جل جلاله من واسع فضله وكرمه وجوده أن يهيئ لنا ولكم الصديق الصدوق والصديق الصالح المحب المخلص الأمين الثقة الممتلئ بالهمم الكبار، الذي ينهضنا حاله والذي يدلنا على الله مقاله، وإن كان في أصدقائنا من ليس على هذه الصفة أن يحول الله حاله وأن يجعله على هذه الصفة، بل والدعاء الأعمق نسأل الله تعالى أن يجعلنا نحن أصدقاء خير لكل من يعرفوننا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا حملة للمسك في حياة الناس، وأن يجعلنا الله تعالى نورا يهتدي به الناس في درب الحياة. وفي ختام هذه الحلقة قبل أن أغادركم، أشكر صديقي العزيز الأستاذ محمود الجلاد في الإعداد، الصديق العزيز الأستاذ محمد ساري مهندس الصوت، وكل فريق العمل في أثير راديو 99، وإلى حضراتكم كل التحية والمحبة والاحترام والتقدير، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أترككم في أمان الله.